يا نينا احنا تعلمنا منك الايمان، وانا مؤمن اننا حننتصر على طول الخط. انا رايح اطلب مقابلة الخديوي واشرح له قضية اخويا. انا منداش ازاي الكديوي كابلو من غير ما ياخد رايي؟ ما يعرف، يمكن الكديوي يفرق عنه. مش هيلحق، مصطفى كامل دي لازم يكتفي، انا اجبره على السكوت. الله، مبروك يا جماعة، مكتوب ان الخديوي عفى عن علي فهمي اخو مصطفى كامل. يا حسونة، هات شربات ورد واسأل الموجودين على حساب. حاضر. يدوب كرومر زمانه حيطاء. الله، انتوا ما درتوش، مش كرومر قابل الخديوي وقال له ازاي تقابل مصطفى كامل من غير اذن الانجليز؟ لكن الخديوي كتمه، قال له مصطفى كامل مصري وكل مصري له الحق انه يقابلني ويتصلم. ما تفرحوش قوي، ربنا يكسفهم دايما ويحميك يا مصطفى كامل يا كيدهم، ولا ما حد هيجيب الكافيه لمصر غيره. ليه؟ هو احنا هننفع من غير الانجليز؟ الانجليز؟ اه يا صنيعه الانجليز، يا ماجور يا نفعي، ده انت كلت عيش مصر وشربت من مية النيل، يا ريت المية دي كانت سم تقتلك وتطهر البلد من امثالك. ارموه بره، انا اللي هطلعه بره. يلا اطلع من هنا، على سيادك الانجليز، على عصر الدمارة.